الإنسان إذا غفل عن ذكر الله لحظة واحدة فهو معرض للسقوط. ما أعلم أنتو شايفين في الطرق الجبلية الخطرة اللي تحيط بها وديان سحيقة، إذا هنالك سائق يسير في هذا الطريق الجبلي صعوداً أو هبوطاً، هذا يجب أن يكون في نهاية اليقظة ونهاية الانتباه. إذا هذا الرجل لحظة واحدة غفل أو لحظة واحدة نام، ما هي النتيجة؟ النتيجة هذه السيارة يمكن تنحرف عن المسير وتسقط في ذلك الوادي السحيق، وينتهي هذا الرجل وينتهي كل من معه. إحنا في الحياة وبالذات الشباب نعيش هذه الحالة، إذا واحد غفل عن ذكر الله لحظة واحدة. النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الدعاء المعروف كان يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، لحظة واحدة. النبي على ما ببالي في ليلة 15 شعبان فقدته إحدى زوجاته فبحثت عنه فوجدته ساجدا في مكان يبكي وهو يقرأ هذه الكلمات: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، لحظة إذا غفل عن ذكر الله يمكن هذه اللحظة تكون نهايته. ولذلك إحنا لنمشي في الحياة مسترسلين، عندما تدخل في البيت الرجل يدخل في بيته، إذا لحظة يغفل عن ذكر الله، الذكر مو يعني الذكر اللفظي، الذكر الحقيقي هو الذكر القلبي. ولذلك العلماء في هذه الآية يقولون: اذكروا الله، يعني بقلوبكم. الذكر اللفظي مظهر للذكر القلبي، الذكر العملي مظهر للذكر القلبي، هذه كلها أفرع والقلب هو المنبع. القلب جدا مهم. الرجل عندما يدخل في بيت لحظة واحدة إذا غفل عن ذكر الله يمكن هذه اللحظة تكون لحظة سقوطه. هاي المشكلات العائلية الموجودة كيف تنشأ؟ المشكلات بين الرجل والمرأة، الرجل يظلم المرأة، المرأة تظلم الرجل، الرجل يظلم أولاده، المرأة تظلم أولادها، الأولاد يظلمون أبويهم، الشريك يظلم شريكه، كيف يتم ذلك؟ على أثر غفلة واحدة. الشيطان فد عدو قديم متربص بنا وما نشوفه، هاي مشكلة هذا العدو. إذا عدو واحد يشوفه يأخذ الحذر، أما أنتم تمشون في طريق عدوكم مو معلوم وينه، مو معلوم كيف يهاجمكم، متى يهاجمكم. الإنسان عندما يغفل عن ذكر الله لحظة واحدة الشيطان يقتنصه في هذه اللحظة.